في صعب انا اقول لا اكيد اللي صار صار اللي صار صار اي خلاص تمام هاي اول لازم تسالين هاي اول سؤال لك شنو قال ما قال شنو قرروا كذي بعد من قرر شلون قلت لي صعب اذا انت مشي ما تعرفين ما لها علاقه لا 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 شنو يعني الخوف من سؤال؟ شنو يعني الخوف من تغيير؟ شنو يعني الخوف من شيء جديد؟ ما في شيء بس ما قلت إذا خفنا من سؤال معناته ما عندنا جواب لا احنا ما نخاف وإذا خفنا من تغيير معناته بنتم على نفس الحال والله شوفي أهو كان وإذا خفنا من شيء جديد معناته عمرنا ما بنعرف شنو ينتظرنا بعدين أنا أعرف ليش تسوين كذي تعرفين ليش؟ إذا كان عندنا الجرأة بنتعامل مع كل شيء في طرفة عين شكت أبا صدمت يعني؟ وإذا تجاوزنا الصدمة بسرعة بنشوف إش كثر من وقتنا ضاع وإحنا ما كنا عارفين إش فيك شو ده؟ زعلانة الزعل أمره بسيط نزعل ونرضى بعدين صعب صعب وإذا كل شيء بالنسبة لنا صعب تعرفون بينتهي فينا المطاف وين لا لا بكمل بس دقيقة استاهل محمد ميدل وينر وبعد صنشيخ عيسى اليوم يمكن احنا نشوف اول سباقين من الترف سري من فكرة انه يكون في شوط سرعة مرافق حق السباق الدولي لفكرة الترف سري نعم ابي اعرف
ليش جات هاي الفكرة؟ مو إنه يكون شوط واحد فقط في يوم السباق الدولي، يعني ليش تم الاستعانة بهاي الفكرة عوضا عن فقط هاي الشوط؟ لأن شوط واحد يعني مثلا إذا حصان ما حلف الحظ في الشوط، يعني جاي طول هالطريق وبيرجع وما عنده أي خيار يعني في بريطانيا أو في المنطقة، بس لكن بالسيريز يعني ممكن إنه يوصل لحصان البحرين في تطور، يحتاج أول سباق، بالتالي ممكن نشوف تطور في الحصان، وبالتالي ممكن في السباق الرابع أو الخامس يتنقل أو ينتقل إلى المملكة العربية السعودية أو إلى الإمارات، ففي فرص يعني كثيرة الحقيقة في المنطقة حق الخيل اللي عمرها 3 رايحة 4 أو 4 رايحة 5 اللي في تطور، التطور عندنا في المنطقة. عشان كذي اخترت انه هو يكون هانديكاب مو مثلا نفس السباق الدولي. 8 من السباقات هانديكابس و2 من السباقات الحين كونديشن ريسز اللي ممكن في المستقبل يصيرون حتى بلاك تاك ريسز. فانتوا اخترتوا هانديكاب علشان الاسباب اللي انت تو ذكرتها صح؟ نعم، والسباقات الهانديكاب تعطي طبعا يعني فرصه للجميع انه مو بانه بس اعلى تصنيف الشوط هو اللي يفوز، وهذه يعني دافع. بس هو كان التصنيف اللي مفروض ينقبل حق هاي الاشواط مو من 80، كان من اكثر صح؟ والله شوفي هو كان في عده مراحل، لكن يعني في اخر فتره قلنا 85 to 100، يوم شفنا ان في خيل ليش المضمرين طبعاً اللي بيجي إذا ياب معاه أكثر من راس يصير الفيزبل أكثر له من ناحية ستيبل ستاف من ناحية كذا، ففي مضمرين كانوا مستعدين يبون خيل تصنيفها مثلاً 83 و 84، لكن يعني ما شفنا ما يمنع أنهم يجون وينافسون، لأن مثل ما أنت عارفة إذا واحد مثلاً ترينر ياب راس واحد بورك رايدر بستيبل ستاف غير لما الورك رايدر والستيبل ستاف بيخدمون مثلا 3 تروس، فهذه الهدف كان يعني ان احنا كنا نبي نفتح المجال. بس اخذتوا هاي القرار متى ان انتم تفتحون المجال؟ عقب ما سجلوا الخيل؟ عقب ما شفتوا العدد؟ لا 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 لا، جات اتصالات طبعا الفريق على اتصال مباشر مع المضمرين من شهور، يعني ما يحضرني تاريخ حاليا، لكن لا في الوقت اللي احنا كنا نستلم فيه النومينيشنز الترشيحات للمشاركة، فإذا لصالح البطولة ليش لا؟ أوكي، يمكن في هاي النوعية من الأشواط تمنينا وايد إن إحنا نشوف مشاركات خليجية، وما قاعد أعرف ليش ما شفناها. الحين العشر سباقات للترف سيريز في يعني يعني مكان حق مشاركات خليجية. وأتمنى مشاركات سعودية وإماراتية. والله أنا بنفسي على اتصال مباشر مع السعودية ومع الإمارات، السعودية مستعدين وبيشاركون. معظم الخيل اللي كانت تبي تشارك في البطولة أو في أول سباق جايين من بريطانيا تقريبا فوق 45 رأس، طبعاً كلهم بس إن منهم ما خلصوا فترة الكورنتين اللي في السعودية، لكن ما عندي شك إنه بيكونون معنا في السباقات الجاية. إذا على التمني فالكل بيتمنى. أتمنى أن الفوز يكون للبحرين، فريق البحرين. وإذا على الترشيح فالكل بيقول صعب الترشيح في ذا الشوط. هل صعب الترشيح بس لأن الشوط هانديكاب أو لأن أول أشواط السيريس؟ وهل نقدر نقول بيكون صعب بعد على خيل البحرين؟ هو الشوط بيكون صعب على الخيل اللي جاي من برا. الخيل اللي مشاركة وياي من برا 4 مثل ما تشوفون، يعني أغلب الخيل عارفينها وشايفين مستوياتها، يعني بترشحون من الحين؟ إذا كنا رشح حصان في هاي الشوط بكون متحيز. ليش متحيز؟ إذا رشحنا كينكس صاحب أعلى تصنيف تحيز؟ كينكس is obviously he won impressively last time. He seems to be thriving currently. He's got to carry top weight which won't be easy for him, but yeah, he's the horse that everyone's got to beat, I'd say. لنفترض إن كينكس مرشح أول. أقدر أقول ما يختار مرشح ثاني؟ مفروض إن نشوف يعني دخولهم في السيريس، أتوقع إن تطلعاتهم إلى مراكز يا يكون بليس يا الفوز. الشوط مفتوح، ما ليش من ترشيحات في الورد، الشوط مفتوح. صدق الخيل اللي جاي من برا خيل زينة، بس خيل... أنا ما أعطيهم الفرصة اليوم. أنا أحس خيلنا خيل اليوم البحرين، خيل البحرين عندهم الأدفانتج إنه متعودين على المكان، متعودين على الجو يعني، وعلى قولتهم على أرضهم بين جمهورهم،
فهاي يعطيهم الأفضلية يعني بين أرضهم وبين جمهورهم. بس ترى بعد الخيل اللي مشاركة عندنا من البحرين خيل قوية. خيل زين. من كذا أقول الشوط مفتوح. الشوط مفتوح ما أقدر أتوقعين يعني. بتمتنع عن الترشيح؟ إيه 100% 100% خيل زينة يعني. And they're off. Racing over 1400 meters, so La Marquina was a step slow away. Dropping in from a wide draw is Zazenia and also Yucini, but there's plenty of pace on and around the. لو بترشح أو بترجح كفة من ميشن بوي ولا كينجز؟ بس أنا اليوم راح أميل مع ميشن بوي. حكم نتائج برا مقدم راكض جروبات جروب 2 جروب 3 غالب الاستدريس. عنده يعني مستوى اليوم راح اميل وياه. اي لو تشوف سيد الحصان واصلنا البحرين من على ما اعتقد في الصيف فالحصان ما شارك جابر عدنا لهذا الشوط حق التيرف سيريزي. ما في شوط ما في ما في ولا شوط يناسبه؟ اي والله ما كنت تقدر تشاركه في ولا شوط؟ لا يعني ما خفت انه لو شاركته ممكن يرتفع ريته وما يقدر اصلا يشارك في هاي الاشواط؟ ما كنت مخطط له بالذات حق هاي الشوط؟ انا اخاف. ايه ليش اخاف؟ وهل تحيز لو رشحنا ويندر الزام من الخيل اللي جايه من برا خصوصا انه غالب اخر سباق؟ We're hopeful. He has a bad draw, not a good draw, but we have John Egan, fantastic jockey. And Stan Moore, trainer, and we're hopeful, hopeful. Hopefully he runs a big race. ويندر الزام حصان يملك سي في رائع، حصان زين، مستوى برا ممتاز، بس عيب انه اول مشاركة سيد اول مشاركة ما نقدر نجي، وحصان ما صار له اسبوع واحد في البحرين. فأتوقع منهم يكون في اداء من الخيل اللي جاي من برا، فيهم حصان كينجز نايت، حصان تشارلي هيلز، حصان مميز مميز. كينجز نايت. سمعت عنه زين. He looks like he's been training well over here. Midfield as Maystar and Lee Newman make them. Natural Bath من اللي نشوفه موقعه ما يخلينا نتحيز لو بعد رشحناه. بس السؤال هل بتناسب المسافة؟ He was previously with a trainer in France called Henri Devin and he won over 7 furlongs with him. I think the sharps 1400 round here won't be a problem. He's got a good draw and as long as he gets a good position, hopefully he'll run well. Over breath of air racing in second tablet. من الخيل البحرينية من الحين تشوفون الأخطر؟ حصان الجينرز أتوقع هو يكون أخطر حصان في الخيل البحرينية حصان الجينرز. إنفيجل يملك كل المقومات كل الأداء عنده. He was a talented horse with us, so I've got one eye on him. He looks very well in the paddock. So, but you know, the locals bring a good team of horses here, so it's not going to be easy for us. Three chance, happy craft staying on towards the inside. Mission boy. يعني أنا كينكس أقول لازم يفوز عشان فعلًا يروينا إيش كثر هو قوي وإيش كثر ممكن يتحمل هالنوع من المنافسة. مبادل نبي نشوف 11 طول نتيجتهم هنا اليوم. وثانية طبعا نبي ريكورد بدون خساره ان شاء الله. نتمنى Happy Craft staying on towards the inside. Mission Boy is trying to stay on from a long way back. La Marquina still in the back marker. Wonder Elzar also right out the back of the field. It is Sonia Henny down the outside and Happy Craft, the two fellies now locking horns, and it is Happy Craft and Edison Rodriguez going clear by a length and a half and they race up towards the line. Happy Craft wins. Sonia Henny. قلت لكم قبل M&E Racing فريق عندهم عدد قليل بس عندهم النوعية. ممكن صدق قبل السباق المفروض ما نتغاضى عن هابي كرافت، بس المعظم يتغاضى عن هابي كرافت بستايل الجوكي. يعني احنا نشوف الفرسان اللي عندنا يدبحون روحهم ويجيك يعني على قولت خلينا نقوله بارر من برا ويغلب الشوط، فشوي ستايل الجوكي هو يخلينا عندنا تحفظ. Alan Smith's horse was an easy winner today, and we were carrying more weight than her, yeah. Which is a big difference. Yeah. I think her rating was 90, and we were 94 maybe. So 2 kilos is 2 kilos is 2 lengths. Yeah, so exactly like this race. If we had the same weight, landing, yeah. I would have won. Yeah. That's handicap racing. Yeah, I give everyone a chance. أعرف الكل له فرصة لأن شوط هانديكاب بس بعد ميشن بوي صج أول مرة يشارك بس. يعني ترى بين اليوم انه ممكن يأدي وايد وكان مستوى وايد زين.
ما تشوف ان الفارس تاخر؟ والله سيد ما طالعته بالضبط، بس احسه واجد تاخر، او يمكن لان العدد واجد ضايق في من عدد الخيل. اتفهم انه كان شوط زحمه اوكي، بس بعد احنا قدرنا نشوف منه انه هو كان رايح بيأدي. انا احس انه هو تاخر. شوفي ما في جاب، وين تروح؟ خلاص جاي هو يسبح، الخيل كلها واقفة، يعني هابي كرافت سوني هني كانوا شبه واقفين، هو جاي يسبح إلى الشط وياكل الشط، بس ما توفقوا. مو لك اليوم يعني نشوف المشاركة، ما كان لا لك جابر ولا الفارس ولا المالك. أعتقد السباق الثاني بيكون هو مرشح أول، إذا ما يتخيل ثانية ما نعرفها. حياهم الله. واضح جابر صار واثق أكثر بعد ما عرف مستوى الخيل اللي جاية، ويمكن بعد صار واثق لأنه اليوم إنجاز كبير، أول ثاني ثالث رابع، خيل كلها بحرينية ونافسنا يعني بكل جدارة بكل قوة وحرزنا المراكز الأربعة الأولى. وترى اللي جاي رابع الفجر مقبل مو بكينجز، وأحس صج أثبت أنه نفس ما عودنا على الأرضية الخارجية يقدم جدا مستويات طيبة. معناته ان الحصان يحب ذي المضمار. مو بس على ذي المضمار، يعني انا اعرف ان انت تشوف فيه مستوى في الفجر المقبل حلو، بس انا دائما احسب الفجر المقبل انه انا اعرف ليش تسوي كذي. تعرفين ليش؟ لانه ما هو واحد فقير. يمكن. لا اكيد. صراحة يمكن. ما هو واحد فقير لانه ترى ترى يعني شو انت بصدمك يعني؟ اصدمك؟ ترى ب 2000 دينار شاريه. اي ب 2000 دينار شاريه ترى. شريته ريته 76. يعني الحمد لله يعني اكيد راضي 100% ان حصان قاعد عندي تطور كذي، اكيد الحمد لله. اليوم يعني بعد ما شفنا اول كاس في السلسله يذهب للبحرين، نقدر نقول ثاني كاس بعد راح يتجه الى البحرين؟ I don't know, we'll have to see. I mean it's a little bit like playing a home football match, isn't it? You know, I think that the home team will have a little bit of an advantage initially, but maybe as time goes on in the series, when the international horses acclimatize and get used to the track, maybe then it'll reverse maybe. Hopefully as the season progresses things will even out a bit, but definitely looked that way in the first race. والله من بعد الشوط اللي فات احس فعلا خيل البحرين سببت نوع من الرهبه للي مشاركين. Very competitive. I think you could choose six horses and still miss the winner. I think it's a very open race, which is how it should be. You know, it's nice prize money, competitive racing, international racing. It's hard to predict. And they're off. They race over 2,000 metres. Dawam from stall 12 has rather slowed a jump. Also, Classical Wave, another one not that fast away. المسافة والوزن في صالح آيس روثستين بس. We've got a very bad draw in 13. He likes to go forward, so if he gets out and gets, you know, manages to get in, he'll have a chance. But he's going to need a sat nav from out there. Brains is racing in second position and then Macaque is in third with up against والوزن صج بعد في صالح برينز، بس المسافة قد تكون عائق. I think he's better at a shorter trip, but we're here, so we'll give him a run. Maybe the next race would suit us better. So the New Year's Eve race, because it's over a mile, which is his preferred trip. So maybe that might suit. So we'll okay, so today we just pray. Next race, we hope. Yes, absolutely. Into the back straight. Dark Lion has no cover and he's very wide, but making ground around. كان ودي بعد أتكلم عن دوام وهاوزر بلاك وأركب وحتى ماجيك وش، بس مثل ما قلت في البداية خيل البحرين بينت كثر صعب تنهزم، وأحس حتى بينهم صعب نختار. كلاسيكال ويف أظن يعني إن جواد فيكتوريوس راح يكون اسم صعب في هذا الشوط. وبدنا الله ان شاء الله راح تثبت بشعار فيكتوريوس، وعندنا ايضا جوستينو. جوستينو بعد شعار العاديات بعد اول مشاركه، بعد حصان عنده مستوى، ولو بتثبت من احد الاهالي
wait forever للمالك الحسنين ريسينج. That far turn leads by only a head to Brains, who is in second position. It's McCann between. Wait forever. أموره زينة اليوم. أموره زينة يعني أموره مو زينة خلي بالشوك. إيه. يعني طلع من الريس هابي أموره طيبة كل شوكي. ساوند هابي أموره طيبة الحصان. قلت أوكي let's try يعني الحصان آخر شيء هو تعب أول ريس كان ذاك الأسبوع. فعنده ابيليتي اكثر من اللي قدمه بس بنشوف هالريس شوي مور كومبتيتيف يعني فان شاء الله اذا عنده شيء ان شاء الله كل شيء مشي في صالحه المفروض يركض زين حتى ويا هالخوف بعدين يعني هاندي كبير Mars landing now begins to come onto the scene and they're in line for home they've got 500 to go اذا علي جان كان واثق من ويت فور ايفر المفروض احنا في هالحاله لازم نوثق اكثر في مارس لاندنج لانه فاز عليه مارس لاندنج تغلب عليه في السباق اللي فات اليوم ويت فور ايفر بيتغلب على مارس لاندنج سباق ثاني جهز بتقول لي في صعب احد يتغلب عليه اليوم ولا بتقول لي سهل احد يتغلب عليه اليوم والله اقول لك كذا لا ماس احصاني زين في الشوط بس اوبن هانديكاب وايد خيل يعني ما حد دش بس عشان يشوف صعب احد يتغلب عليه اليوم سهل احد يتغلب عليه اليوم صعب صعب روح لل يلا يلا علي خلاص عجبني هاي اللي نبي سمعت ايش قال عبد الله بن صعب احد يتغلب على اليوم ما اختار سهل عدل Here comes our coup down the wide outside staying on so too now it's Mars landing Mars landing our coup and wait forever and now the first three they're inside the final 150 our coup down the outside and Kieran Schumann battling on Mars landing Neil Cavan over on the far side عظيم ويفوز عظيم. ما بيشل لي قبله. هو عظيم. فوز عظيم. عوايد أبو محمد. كل هندي كابل صغيرة. ما يبغى هندي كابل صغير. Mars landing today show a lot, and he's improved a lot since he's came to Bahrain. Yeah. I think he, like I said before, he's just come here and he's settled in, and you know. I asked a few connections back in England when he was with Sir Michael Stout and they weren't very complimentary about his will to win so he obviously said he had ability but he hadn't quite shown it on the track but since he's come here he hasn't really put a foot wrong he's really taken it all in very well and his attitude has been very complimentary and he obviously likes Bahrain والله هو شايل البوتوم ويت فبين شايل الوزن لنزل في الشوط فبين يقدر يعني وزن خفيف لكن كينغز مثل ما تشوف الشوط اللي قبل شايل التوب ويت ما بين حتى لو في خيل شايل وزن لا بس بعد يعني في خيل تأثر يعني بالأوزان كابو عبد الله موجود وعارف بس حتى لو يعني بتقول لي إن مارس لاندنج إيه؟ فقط لأن الوزن أنا بقول لك لا الوزن ساعده خدمه طبعا مارس لاندنج قدم مستوى جدا قوي تطور عن السباق اللي فات قدم مستوى طيب حصان جاب جهوزي أفضل والمسافة طورت الله يسلمك نعم أنا أركض بريطانيا 7 8 فيرلانس نعم وإحنا بعد أركضنا 7 فيرلانس من طالت المسافة بين تطور فيها نعم Yeah well since he ran 1400 he ran very well with me but it was only his second start and he was a little bit slow out and I felt that time that the preliminaries took a little bit too long and he had the hood and the blind on a bit long so I just suggested to Fauzi that we take the hood and Hesham explained to him we've got to take the hood off him let him wake up a little bit and since we've done that and he's had that couple of races under his belt he's really hit the ground now and started to improve so his mind is good his ability's there so hopefully he can keep improving وفي اخر لحظه الشيخ سلطان ما خفت انه يطوفونه لان لا احنا ما نخاف احنا نجي نشارك كل واحد ما ياخذ الا نصيبه كل واحد يجهز وكل واحد الحصان الجاهز بيكون يعني له نصيب انت فوزي في اخر اللحظات ما حسيت انه بينطاف لا لان يوم يالا الحصان عرب الحصان جدد we're thrilled a bit honestly obviously we'd have liked to have won and I never like having my horses finish second but look it's better than finishing unplaced it's a long way to come and not be in the money isn't it so no thrilled a bit اظن اركب في سباقات بحرين تيف سيريس بصير له نصيب انه يفوز في احد الاشواط ومثل ما اركب بيصير له نصيب احس
wait forever بعد لأن he have more to give ونفس ما قلت لك we will not wait forever. الريس الجاي إن شاء الله راح يكون منافس وإن شاء الله راح يفوز. بس أرجع وأقول صراحة مارس لاندينج عظيم. ما قصر عبد الله فريق طاقم كله ما قصروا. ما قصرت فوزي إن مارس لاندينج إحنا نشوفها هاي السنة بهاي المستوى. I feel like he's still got more improvement. So look, I don't want to say how good I think he's going to be. What he is beating everything that's in front of him. So hopefully he can carry on. فعنا بنحافظ على هالمستوى وشوي أحسن. عشان وين؟ بعدين نشوف. شوط سرعة وشوط صج المشاركين فيه بس 6 لكن طبعاً هاي شوط من أقوى الأشواط في هالموسم لحد الآن يعني والمنافسة بتكون قوية أكيد قوية لها السبب قلت أنا ما بلومك لأنك اخترت ابن عربي حق هاي السباق لأن عقب آخر شوط يعني غصب يعطيك ان انت توثق فيه انه يشارك في هاي السباق صح؟ لا المفترض اليوم يركض افضل ولكن اليوم الخيل اقوى بواجد ما خلوهني الا تشوفوه الحصان عنده ابيلتي اكثر الومك يعني لا الهانديكابر ما خلى عندي خيارات واجد يعني انت تذكرين ذيك المره يوم يغلب كان رائع محمد سعيد طبيعي برفعه اوكي انا قلت لك انه بناخذه وياه شوي فقلنا يمكن من 77 يسوي 82 عندنا اشواط 0 ل 85 84 هو كم وصل الحين 89 يعني 12 نقطة فما خلى عندي خيارات واجد يعني لا ما اعتقد محمد سعيد واحد يفهم محمد سعيد يفهم ويعرف وين يخلي خيله زين وليش تقول ان انت مو واثق فيه اليوم حرام عليك مارس لاندينج فايز شوت هانديكاب ذاك الاسبوع زين يا هالاسبوع ركب خيل افضل هاي الشوط الهانديكاب كان ايش فهورسز دي امبروف اولويز دي امبروف اذا امبروف والساوند الحصان ليش لا جو اوكي وي هاف شورت سيزون سو يو هاف تو كيپ تراي كيپ يور هورسز هيلثي اند جو اند ذير اوف سبرينتينج اوفر 1200 اند ذي جوت اواي تو ا فيري ليفل بريك It's now Roman River who has just taken the Roman River بما ان ما ادى في ذاك السباق كان يعني متوقع انه هو يفوز فيه لان رومان ريفر حصان قوي فممكن يعوضها هالمره رومان ريفر كان افضل حصان في ال1200 قبل ما يروح السعوديه عقب ما رجع ما شفنا ادى اداء يعني ده كانت يمكن اول مشاركه له ممكن اليوم ثاني مشاركة أنه يعيد مستوى بكون بعد حمل خطير يعني تعرف الخيل السبرينت عندنا في البحرين ما في حصان صاير عندنا سوبر الكل يتبادلون الأدوار في كل الأشواط بالضبط على هالأساس كنت أقول شوف الحين بافرزون ودارك شادو بينهم تعادل بافرزون واحد واحد على واحد واحد بافرزون بلنتيات اليوم دارك شيدو فوز على بافرزون اليوم بلنتيات نشوف من يغلب بالنسبة حق ترشيحاتي انه بكون بافرزون عاد بافرزون يا شايلين شو اسمه البلانكر من عليه يا حاطينه يا شايلينه يا حاطينه الحين مو راضي يقتنع انتم مو راضين تقتنعون وانتم مو راضين تعرفون كم مرة شلتوها ولبستوا شلتوها ولبستوا شلتوها ورديتوا حطيتوها كم مرة؟ يمكن على الموسم إذا موسم بارد عن البردرة خلوا البلينكر حار شالوا لما ينشال عن البلينكر يؤدي أداء أفضل ممكن جرافيت ستورم يعطينا يعطيك شنو؟ نفس الأداء اللي شفناه لما فاز على أفضل سبرنترية هني ولا لا؟ يعد كان راكض هدا طبعا هاي الحصان صق كان في من فتره يعني ما سابق بس الحصان ما كان يشكو من اصابه اعتقد ان الحصان اشتغل في ما فيه الكفايه يعني رفيج ستون بعد زين صاير كونديشن ماله انا ما خليته حق هني انا في نظري انا جاهز إيه؟
بعد يروح الريس يخذلني ما اعرف، بس انا عندي امل على حصاني، اذا كل شيء ماشي في صالحه انا عندي امل عليه صراحه. Graphite Storm begins to make his move between rivals. They race now down towards the final. احساسك شو يقول؟ والله احساسي يقول ان شاء الله بفرزهم. ان شاء الله بفرزهم، هاي مو باحساس، هاي انت قاعد تتمنى. احس انه بفرزهم. احس انه بفرزون اليوم يوما ان شاء الله. 400 and David Egan and Butler Zone towards the near side have now taken the lead. It's Butler Zone but he's under pressure into second. Graphite Storm and then Dark Shadow, the other of grey, is in third place. Then Roman River trying to do more, but it is Butler Zone racing inside the final 100 and Butler Zone now is going clear. He's going to take this grade two for a seventh career success. Butler Zone in a rock. فوز ذي الفوز اللي برج القلب صدق حق بافرزون، عرفتني؟ شو ذي؟ إيه البركة في شام ما قصر. صح، فاز بكل أريحية اليوم 1200 ثاني مشاركة له، فادته أول مشاركة. لو بتلاحظ هم بعد الوزن اليوم كان في صالحه، السباق الأول كان هو أعلى منهم وزن، بس اليوم كلهم نفس الاوزان فقدر انه يتغلب اليوم باكل اريحيه. بس عطني قرار نهائي، كل مره بنشوف بافر زون كذي ما نبي نتغير. ما ادري انا اليوم الخميس ما ادري شو صدق زعلان. اديني افكار. تبدل. افكار لا بس لا تبدل فوزي خلاص. ان شاء الله. توما. افا. الحمد لله ثاني، هذه مسافه بافر زون. يعني بافر زون معروف هالمسافه. يعني بتقول لي لا تطلعين دارك شيدو غير في الألف؟ لا بالعكس ركض وايد زين. شيخ سلطان ركض وايد زين ما عندي مشكلة، بس أنا اليوم كنت يعني أنتظر منه يكسر الرقم القياسي مو بي ثاني. لا عاد 1200 ذي. 1200 اي من شو قاعد اقول لك؟ بتقول لي لا تشوفينه كل مره بيكسر القياسي. لا من شو قاعد اقول لك؟ بتقول لي لا تشوفينه في ال 1200. لا قول بعد انطلاقته يعني انطلق اوكي بس اندفع في الامتار الاخيره صار متاخر. خيل جت مني خيل جت مني على ما يحصل لقب، حصل لقب في النهايه طلع ما قدر يبي بيس اسرع بس ركض زين حتى باقي الخيل يعني نركضها اللي يطال خيل زينه. بفرزون كسر التعادل اللي بينه وبين دارك شادو الحين صار 2-1. رد تصير ان شاء الله. لا ان شاء الله 3-4-1. ما عندي اي شيء اقوله بعد غير ابن عربي مو مكونه من قلب ها ولا هو كان اختباري له لان اليوم فاز على الخيل خلينا نقول نسميها درجه ثالثه في اول مشاركه، اليوم درجه اولى يعني اقوى خيل، فكان اختبار له وان شاء الله ممكن السباقات القادمه يتطور الحصان. ان شاء الله مو مكانه ان شاء الله ما يطلع فيه شيء الحصان. شنو فيه؟ ما ادري. ركضته مو طبيعيه. عين ما صمت على النبي. شوف ابراهيم يقول ايه. صدقني عين ما صمت يعني ها؟ كان المفروض انه شوي يرتاح ويبتدون يا تدريجيا لين ما يكون ياهلون انه يشارك ويا ابطال البحرين هذول طبعا في المسافات القريبه. اتمنى لهم ان شاء الله يعيدون حساباتهم ويرجع بصوره صحيحه يعني. نشوفه بكره يبين اذا في شيء ولا شيء. فرانكي دي توري الى سابع اشواط الامسيه مع باي لاين مركز الثاني، هنالك كولا فورس وبيوتشن بيجنل ميستر في المركز الرابع. تعرفون هالمواجهه من العام وانا انتظرها خصوصا بعد كل هالكلام. الله يبارك فيك. اذا تسمح لي ابي اقول ان انا اعتقد ان هاي الوقت اللي نقدر نقول فيه ان باي لاين يحل مكان كولا فورست خلاص في هاي المسافه. الحصان متطور، ما نقدر نقول انه هو يحل مكان الحصان. بلى. لكن يعني اليوم اثبت انه هو يعني من اقوى المايلريه في البحرين. وانا ليش قلت لك كذي؟ لان يعني هالمره اللي الحصان اللي هو باي لاين صدق فرق فيها عن البقيه، فاز وهو مرتاح، فمن المنطق ان احنا نقول هاي الكلام انه هو فعلا خلاص اثبت مكانه. لا ننسى ان يعني هذه يعني رابع سباق حق الحصان في ذي الموسم، كولا فورست بادي من يعني من بدايه الموسم. فيعني ممكن ان الموسم الجاي الحصان يفرش
يعني ممكن المسافة بينهم تكون أقرب. اليوم لا، اليوم باي لاين رايح سباق، كولا فورست رايح سباق. لا فريش اليوم موجود كولا فورست. اليوم اللي بنقدر نحكم من خذ مكان من، أو إذا كولا فورست بيرجع ياخذ مكانه ولا لا. خلينا نشوف، خلينا نشوف. Bobbled at the start, legendary lunge. They stride out down the back stretch, and as they do so, aggressive is Shemel Al Jazeera and leads already by a length and a half. Beecham Bagnall will. شوف آخر مرة خسر باي لاين من بالسترا. عقب راجع خسر من شبل الجزيرة. إيه بس بالسترا يبي بيس قوي وبيج فيلد. إنزين خلنا نقول يلا مو يوم بالسترا. And by line is in fourth. شبل الجزيرة موقعه حاليا يخلينا نقول يمكن يكرر فوزه. أنا أعتقد أن بايلاني راح ينتقم منه في هذا الشوط. أعتقد كذي. يعني شبل الجزيرة حصان قوي بس من أول موسم يكون يعني مستوى طيب. الحين أقل تصنيف في الشوط. إذا تبي تكون نفس يوسف طاهر في البليس وراضي يعني دور لك أسهل واحد تفوز عليه اليوم. من أسهل واحد أقول يمكن أسهل واحد اليوم بيوشام أو كولا فورست. اسمعي في كلمة جديدة بعد غير إن إحنا نكون في البليس. مشاركة زينة. Outside of Cooler Forest in a dispute of third and fourth. Balestra moves into fifth and Legendary Lunch is at the back of the... لنفترض استبعدنا هالثلاثة حاليا. الحين يفترض سهل نختار. بس ما قدرت اظن من باي لاين كولر فورست. بس. بس. هو العام يوم بدا باي لاين يفوز على كولر فورست كان لان كولر فورست خلاص منهك طول الموسم. ايه يمكن بعد الحين منهك. ما ادري. بس شفت شلونك واختاروا جابر يعني قاعدين يوسعون رقعة المدربين مالتهم. من اختار جابر؟ خالد. يستاهل بشكل اكيد. يستاهل يستاهل جابر كله حلال واحد. لازم تأدي وايد زين معاهم. احصان يأدي انا أدي احصان لازم يأدي. انزين يعني حريصين جدا على المدربين اللي ينتقونهم ويكونون معاهم يحبون بس مدرب واحد. They are very good. الحين نحب جابر بعد ليش؟ And they good owner. Owner to give you. Tell you go buy a horse. That means he has confidence. Good owner. Yes. I do. It's not every owner tell the trainer go buy a horse. They choose the horse. So I'm very appreciated to have an owner like this to tell me go choose the horse and bring it here. It's very good. أنا شوي يعني محتارة من قرارهم. بس ليه الحين حيدر هو يكون الأساسي؟ لأنه هو قال هو يحب بس مجرب واحد يكون حقه هو ويجرب خيله هو من كذي ما اختارك. مني خالد؟ إيه. لا اختارني أنا ما بغيت. هالموسم؟ كنت أدرب له أنا. من زمان. إيه. هالموسم الرد قال لك؟ لا لا. حسيت إنه هاي هو الوقت المناسب. إيه. إيه حين يوم رجع خلاص ما يبي. إيه من كذي ما يعرف. ما ندري متى بيرجع حق هالولد يمكن يرجع بس الله اعلم متى. يلا ان شاء الله. لا لا ابي تعدي ابي منافس ما ابي يرجع. اي ما ما بيرجع هو اصلا. اي ابي منافس. خلونا من كل دي الحين من بيقدر على باي لاين؟ اذا احد بيطق باي لاين كوشن. والله راح فيرست ريس كان جود رن واليوم المفروض انه يكون جاهز وراح يمتطي ديفيد ايجن فارس محترف فانا اشوف انه هو راح يكون الاقرب. كولا فورست looking for racing room couldn't get an out also in a pocket Balestra towards the inside rail. والله ما اظن بيوتشام من اللي اشوفه اقول باي لاين وبس. يمكن انا لو بتقول لي مقارنه فرق الفارس انا راح اروح مع ديفيد ايجن. وإذا كباي لاين أنا ممكن أنا أشوف بين باي لاين وكولا فورست أنا أرشح كولا فورست على باي لاين. And Shemel Al Jazeera still has the lead. Here comes by line down the wide outside. Beecham Bagnall continues to box on inside the final 150. By line down the outside. Shemel Al Jazeera against the rail. But it's by line who's got the lead. A second Grade 1 win of the year for by line.
ريس ماخوذ حق باي لاين صح؟ هاي الريس سيدي. انا احب اخذ قرارات نهائيه. اليوم يوم القرارات بالنسبه لي. انا ما اقدر اقول ما اقدر اعرف كيفهم يبون يقولون كيفهم. بس اليوم باي لاين اثبت انه هو يعني هذه مكانه وهاي مسافته. هو افضل مايلر في البحرين. أكيد بايلان وين 106 تصنيفه هذه 102 الحين هني وصل من عقب ذاك الريس كان 92 الحصان ركض وايد زين صراحة. جوكي ذكي ترى ما ضغط الحصان من البداية فمن كذي قدر يحصل المركز الثاني. أنا أعتقد إنه يعني بايلان اليوم ما ينهزم في يعني مسافة سواء كان الشوط سريع ولا كان الشوط بطيء هو الحصان يقدر يقعد ويقدر ينطلق. فوزي قلت لك شبل الجزيرة قلت لي إذا أحد بيضرب بايلان بيكون بيوتام. أنا قلت لك العام ترى كان مستوى أفضل من السنة. مستوى العام وايد أفضل من السنة. اللي صار صار إيه. أنا أحس لازم من واجبك كمدرب إن أنت تعطي نصيحة حق الشيخ خالد وتقول له حق الأشواط مالت الخيل المستوردة يكون عنده أحد غير بيوتام. ما عند البيوتام. في واحد غير بيوتام. اي لازم نجيب غير ما منا فايده خالص الله يستر ان شاء الله. من يكون ريكفري ران؟ جاي بمستوى عالي 103 عنده فورمة جاي من المضامير البريطانية. شيخ عيسى يعني قبل الشوط احنا اكيد كنا بنرشح الحصان ولكن يعني ممكن كنا نعطي فرصة ان اول سباق نشوفه هنا الحصان يعني اول ركضة على مضمارنا البحريني هل تخدم الارضية ما تخدم الارضية يعني تعرف ارضياتنا سيد شوي اللي هي good to fair بس ان نشوفه بهاي الطريقة هاي كان يعني وايد اليوم الحمد لله على كل حال يعني ركض زين والحصان يبشر الخير حق الموسم. نعم فوز مستحق نادي راشد سجل بطل من ابطال اللي هو 2400 متر. احنا متوقعين يعني انه الافضل بس تدري انه اول ريس ما تدري يعني انه يسوي هذا السباق لما يسوي هني اول ريس له بين الحصان ما شاء الله زين. ما اعرف اذا انت حسيت نفس الشيء بس يمكن لو حتى يعني الفارس هدى من البدايه انه هو يروح كان بعد ممكن يواصل. لا والله ما قصر اليوم الخيال قدر انه هو يتحكم او انه يدخل وراء البيس ويعني الحقيقه يعني لو هو خلى يروح من البدايه كان سرعت الشوط كان سرعت أسرع من اللي ودي. The race was run quite slowly. I wanted to keep an eye on Neil. He was a good horse. He was stepping up in distance, but he's still a very good horse, and I have respect for him. So I keep him close to me, and I'm in the straight when I ask him to quicken. He's very easy for him. الأداء اللي أدى أعتقد وضع اسمه من أقوى الأسماء اللي راح تكون مرشحة في الكوس الكبيرة. والله كلامك صح سيد. حق الأشواط الجاية حق كأس الملك انتظر؟ كأس الملك في شهر 3 باقي سباقات وايد. بإذن الله لازم الحصان يتطور بعد شوي علشان نكون في مستوى هدف كأس جات الملك. كأس الملك؟ والله في سباقات قبل كأس الملك لكن لو يوصل يعني كأس الملك في هذا الفورم يعني بيكون حصان صح. شوف خلاص خذ مكان ميدل وينر. ما خذ مكان أحد. زين لا بكمل بس دقيقة. الشيخ عيسى ما يحب رأيي في هالمواضيع وينسحب منها بسرعة بس أبي أكمل لأن ريكفري ران ما فاز على أي أحد في هالسباق فاز على ميدل وينر وانتو تعرفون ميدل وينر شنو بالنسبة لنا حصان غير مختلف
استاهل محمد. خذ مكانه لدرجة أنه ما عندنا شيء نقدر نقوله أو نحلله كسبب الخسارة ميدل وينر. With medal winner leading by three parts or length over recovery run in second. Paul Douglas set down for the drive on the inside. الحصان ريكفري رانر أفضل من ميدل وينر. بس السباق قوي فاضطر إنه يطلع قدام يسوي البيس حق روحه. فأتوقع إن هالشيء ضار يعني. صراحة الجوكي يسوي له روح البيس. إلا سواه عدل يعني. إلا أشوف إلا سواه عدل يعني لين قعد بيفتص الحصان. إلا سواه عدل سيء. يعني بعد توقعنا أكثر من الباقي بس هولد سواي يعني شفناه في مركز ثالث رغم مشاركته الثاني على طول في المسافة نفس المسافة 2400. مركز ثالث زين وعلى الأقل يثبت النقاش الطويل اللي كان قبل الشوط مع علي مجيد. صعب يغلب صعب يغلب حتى لو كنا مرتاحين من آخر فوز له. أنت الحين الخيل تختلف بنسبة 180 درجة ولا أقل. الحين فطينا في الخيل عندي سكسبرس ما يقولون صعب في عالم الرياضات كامل ما يقول بالأخص الخيل. أوكي أنا أبي أشوف الحين شلون يغلب صعب ولا مو صعب. لا يمكن ما يغلب بس مو صعب. صعب بس مو صعب. انا بشوف الحين صعب فعلا. ولا مو بصعب يمكن مو هالشوط يمكن شوط يجي اقوى من ده يصير. انا اتكلم لك عن هاي الشوط انتين قاعده تمشين صح لي. لا بس انت كلمه تقول لي. كلمه صعب هذه ما يقولون في عالم الرياضه هاي في خيل صعب تغلب. لا 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 ما في صعب انا اقول ولا صارت اشياء وريسات وانت موجوده مو في الحسبان. شوف في خيل لين ما يثبت العكس. هولد سوي للأسف ما أثبت لنا العكس وأتمنى أن علي مجيد اقتنع. يعني إذا ميدل وينر ما صمد هولد سوي كان بيصمد. ركض جابر في 1004 و 1006 مو مسافة الحصان مجرد يعني تهيئة حق 2004 وشفنا احنا فاز ب 60 كيلو الأسبوع الفايت وحصان يعني في صحة جيدة وباقي الخيل يعني متواضع يعني مجرد تركض حق بليس. والله صراحة يعني ترالي ويا خيل مستوى أقل بيأدي أفضل بيكون بس علامة الاستفهام اللي كانت موجودة اللي هو على حصان عبد الله كويتي يعني كلش حصان ما ركض مستوى كلش يعني متواضع كان. وما ظن عبد الله وايد متضايق من أداءه لأنه داخل وعارف أنه في راسين أحسن منه ميدل وينر؟ إيه وبعد مولا عزيز عيسى؟ إيه رايحين نشوفه في اللي هو السباقات والاستحقاقات القادمة الكبيرة إن شاء الله يعني وألف مبروك. يعني آخر سباق غالب في أسكت 4 طول الحصان كان المفروض يدش له شط الدولي بس يعني ما صار شانس والحصان استراح يعني من ديك المدة يعني أخذ فترة راحة وسابق اليوم وجاي غلب. وين بننتهي إذا خفنا؟ وين بننتهي إذا كل ما ظنينا أن سوينا الأفضل والأحسن شفنا اللي أحسن منا؟ وين بننتهي إذا وقفنا؟ وين بننتهي إذا ما حاولنا؟ إذا خفنا من سؤال، إذا خفنا من الجديد ومن التغيير لازم نفهم شلون كل شيء بينتهي بعدين. فالنهايات ليست إلا بدايات ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير. Thank you.